نروح بقى لبطولات الكرة الطايرة وتتويج ب49 بطولة، خليني استعرضهم لحضراتكم مع بعض. الدوري المصري 28 مرة، عام 59 60 61 62 62 63 63 64 عام 64 65 65 66 68 69 69 و70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 عام 78 79 85 86 87 88 88 89 سنة 90 91 91 أيضا 92 92 و93 و96 و97 عام 97 98 بعد كده 2000 2001 2004 2005 2007 2008 واخيرا ثلاث بطولات 2014 15 2021 22 2022 23. طيب كاس مصر 8 مرات سنه 88 94 2000 2009 2016 2021 2022 2023. سوبر مصري مره واحده 2002. دوري منطقة القاهرة 4 مرات 58 59 59 60 61 62 62 63. دوري أبطال إفريقيا 5 مرات 84 87 2008 2009 2012. كأس أفريقيا لأبطال الكؤوس 2006 مرة وحيدة. البطولة العربية للأندية أبطال الدوري مرتين سنة 86 وسنة 93. يعني شوية دي بطولات شوية كل الورق اللي قدام حضراتكم واللي قدامي ده كله أرقام وإحصائيات نادي الزمالك.